هلا خلصنا الكلاسيفيكيشن بروسيس كلها هذا البورينج ستاف. بدنا نبدا بالاول بالتطبيق. هلا بالنسبه للداتا اكوزيشن حاول فعليا لما تيجي تلم الداتا اللي عندك, طبعا هو اوكي حسب التطبيق اللي موجود عندك او حسب الاكيورسي اللي انت عم تطمح لها, لكن معظم الليكتشر يعني معظم الدكاتره شو بيحكي انه مثلا اذا كنت بدك اكيورسي كتير خفيفه يعني اتس انف تو هاف 80% بس اكيورسي او يعني اكيورسي في الداتا اللي انت عم تعطيه اياها. هسه اذا بدك از رول اوف ثام ممكن انك تستخدم الداتا او الداتا كولكشن اللي عندك تكون تقريبا 90%. طبعا انك تجيبها 90% لانه garbage in هو عباره عن garbage out, يعني صعب انك تعطيها يعني input data غلط علشان تطلع لك output relation صح. فبالتالي احنا اللي عملناه ايش, رحنا على UCI machine learning, هو عباره عن data repository هائل, اخذنا منه اكثر من داتا سيتس. اول داتا سيت اللي هي للمشرومز, طبعا زي ما انتم شايفين هذه الشرومز فيها اكثر من بارامتر, هذول البارامترز 22 بارامتر هذول الموجودين هون الاتريبيوت انفورميشن. طبعا الاوتبوتس هم تو اوتبوتس, يا اما بويزنس يا اما ايربل, فهم يعني يا اما 0 يا اما 1. طبعا لما اجينا نقلناهم للماتلاب زي ما انتم شايفين هاي الانبوت شرومز وفي الاوتبوت شرومز, هذول الداتا سيتس بدنا نعمل عليهم تريننج في اكثر من تكنيك او في اكثر من الجوريثم. زي ما احنا شايفين في عندنا الارتفيشال نيورال نتورك والديسيجن تري النيرست نيبر السبورت فيكتور ماشينز والتري باجر. اول شيء خلينا نشوف الارتفيشال نيورال نتورك, مثلا الانبوت شرومز النمبر اوف هيدن لايرز, الهيدن لايرز كلها 5. طبعا طول ما انت عم تعمل بروسيسنج للداتا اتذكر انه لما اجينا بدنا ندخلهم هدول الداتا اللي موجودين كانت الداتا سيتس هي عباره عن كاركترز, ما كانت عباره عن ديجيتس اللي الماتلاب يفهمها. فاحنا استخدمنا يعني اكتشفنا انه فعليا ما في ريليشن شيب ما بين الكاركتر والرقم اللي حتعطيه للماتلاب, فاعطيناها نيوميركس من 0 ل 10, فيعني اتس ذا سيم واعطت نفس الريزلت. هسا decision trees. decision trees. هلا زي ما انتم شايفين هذا التول بوكس للديسيجن تريز. الديسيجن تري هنا اخذنا طبعا الحلو في الديسيجن تري انه بيعطيك الريزن ليش هو عم ياخذ البارامترز وعلى اي اساس عم يعمل برانشينج. هلا اذا يعني بدك حكى لنا هون انه عندنا الاكس 20 اللي هي ال 20th شو اسمه بارامتر في الداتا سيت هو اهم واحد, هو اللي عامل السيبريشن عليه. لا بس الكل فاهم, عفوا اسف مقاطعه. هلا هون اللي بيعمله هو اخذ الداتا وطلع على البارامترز, كم بارامتر كان عندنا يا احمد؟ 22 بارامتر. ارجع بالله عليهم فرجينا اياهم اذا كان سهل عليك. طلع عليهم, اقرا بالله بعض الاشياء. مثلا هذول راحوا على المشرومز جابوا عدد هائل من المشرومز, صار كل مشروم ياخذها يطلع هو عارف انها بويزنس او مش بويزنس, بس ايش بده ينزل منها بارامترز. مثلا اول واحد ايش كان؟ الكاب شيب. كاب شيب, الكاب شيب شكلها من فوق, شكل المشروم من فوق. هاي واحد. ايش كمان؟ الكاب سيرفس. الكاب سيرفس كأنه طبيعه السيرفس خشن او هذا. ايش كمان؟ اللون. البروزز. كاب كلر. تمام. الكاب كلر. البروزز اذا في مثلا خدوش كدمات. ايش كمان؟ اودر الرائحه. بعدين عندنا جل اتاتشمنت, جل سبيسنج, بعرفش هدول الجل الجل كلر اللي تحت الخياشيم اللي من تحت. ستوك, ستوك اللي هو الساق, الساق تبعته. ايش في عندنا على الستوك؟ الروت والسيرفس, والسيرفس اباف وسيرفس بلو, كلر اباف وكلر بلو. بعدين اخر شيء مثلا بتلاقوا في عندنا رينج تايب, سبور برنت كلر, بعرفش السبور ايش السبور. قولي هاي اهم شيء اللي هي سبور برنت كلر. سبور برنت كلر. فهلا هون احنا لما اخذنا ال 21 ما كنا عارفين مين الاهم. الديسيجن تري طلعت هيك, مش هي اللي طلعتها, مش احنا اعطيناها اياها. الديسيجن تري هي اللي طلعت. فالديسيجن تري ايش طلعت اهم واحد؟ السبور برنت كلر. كيف عرفنا انه هو اكس 20 من اكس 20؟ فاكس 20 بفرجينا انه هذا اهم واحد. فاذا اجتني مشروم اول شيء بطلع على المشروم ايش بقارن؟ بطلع على سبور كلر على اساس هو بده يعطيني بروبابيلتيز, وبعدين بصير انزل على الثاني. ايش هو؟ الثاني في على اكس 8 واكس 9. هلا اذا رحنا باتجاه اكس 18, اذا رحنا بالاتجاه الثاني اكس 8. وبعدين اختصر منها هو كم بارامتر ضل فيها في الديسيجن تري, كم واحده خلى لك في الديسيجن تري؟ خلى البرونينج ليفل من 0 ل
8 مثلا مش هيك، فبدال ال 21 ركز هو على اهم 6 او 7 او 8، فصار عندي ديسيجن تري اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للمشرومز باني اتبع هاي تري. نعم في نيكست اوبشنز انك تختار انت اصلا البرونينج ليفل اللي انت عاوزه، يعني ممكن انك تختار برونينج ليفل على سبيل المثال 3، فلما تختار 3 راح يعطيك جنراليزيشن احسن بس راح يعطيك ايرور اكبر، يعني في الفاينل ايرور. الكل عارف يعني برون تو برون، يقلم يقلم الشجره تو برون، فالبرونينج ليفل. فهم هلا اعطاه 3 قال له ما بديش اكثر من 3 ليفلز، بس ممكن بيخسر اكيوراسي، ممكن ياخذ ليفلز اعلى طبعا، بتصير طبعا معقده اكثر. كان في عندنا 0 ايرور، صار الايرور 0.02 تمام ممتاز. لما نزلنا لما نزلناها من 8 9 ل 3 في حين بالاول هي قررت، مش هيك؟ هي قررت قديش عدد الليفلز. اوكي نعم تفضل. بس انه ليش في كذا بلانش مشان، يعني ليش في مثلا بعد الاولى في كمان تو بلانشز على نفس المستوى، يعني اكس 8؟ هلا احنا اول شيء نطلع على X20 اللي هو لون الابواب تبعتها مثلا، هو لحاله اكتشف هذا الشيء. انا بيهمني الصراحه شو هي الداتا سيت، يعني هلا هو بيطلع اول شيء على X20 شافها مثلا، اذا كان هي اهم بارامتر هي بتقسم الشجره بالنص، اذا كانت اكبر من قيمه معينه بيطلع على ايش، على بروح على اليمين على البرانش اللي على اليمين. يعني بس وليش مش على الشمال؟ لانه اذا ما هو هيو X20 اذا كانت X20 اقل من 2.5 راح ينزل على البرانش هذا، اذا كانت اكس 20 اكبر او تساوي 2.5 راح ياخذ البرانش هذا. هلا هو عمل هذه الاوبتمايزيشن كلياتها في جوا التول بوكس، يعني لحاله، يعني هاي فكره. لاحظ تطلعها هلا بالاخر تحت ايش في بالاطراف باخر كل عرق 0 1. اذا اتبعتي هذا البرانش اخذت كل واحد منهم، اتبعتي البرانش راح تقرري انه هي واحد او زيرو، يا 1 يا زيرو. طبعا ثالث طريقه اللي هي نيرست نيبر، راح نعملها نفس الشيء على الشرومز لانه عدد الداتا فيها كثير هائل. الشروم معنا 8124 سامبل في 22 بارامتر. لاحظوا هاي الداتا اخذوها من سايت اسمها يو سي اي. طبعا السايت ممكن تلاقي فيه داتا كثير غريبه، يعني يو شود تشيك ات، انه في اشياء ما صعب انك تتخيلها وعاملين عليها داتا، وممكن انك تجيب عليها نيورال نتورك تطلع لك ريليشن، فكثير حلو الموضوع. طبعا في نيرست نيبر ممكن تختار عدد النيبرز اللي موجودين، مثلا بدي اختار 4. في النيرست نيبر بيطلع لك الكونفيوجن ماتريكس، الكونفيوجن ماتريكس بيطلع لك لو تبقوا معي من هون على الكيرسر، في عندنا تو انبوتس تو اوتبوتس، في عندنا تو اوتبوتس اللي هي يا اما كلاس 1 يا اما كلاس 2. هلا لما يجي يحكي لك البوزيشن رقم 11 اللي هي 4208 اليمنتس كلاسيفايد از 1، وهم اصلا من كلاس 1، يعني كوركشن، يعني هون كوركت، وما في عندك ولا وحده اصلا من كلاس 1 كلاسيفايد از 2، يعني زيرو، يعني ما في عندك زيرو ايرور في اول كلاس. يعني هذا المهم فيه انه يكون اكبر شيء القيم على الدياجونال. ايش يعني بالدياجونال؟ انه هو كان قيمه معينه والنتورك تنبؤوا انه هاي القيمه، اذا كان شيء اوف الدياجونال معناها هو كان قيمه هو تنبؤوا قيمه ثانيه معناها خطا. فاحنا بهمنا انه يكون على الكونفيوجن ماتريكس كل الدياجونال هو الارقام كلها على الدياجونال. يعني هون كان في 4208 ايش كانوا، بويزنس ولا سيف؟ هذول بويزنس، بويزنس، وتعرف عليهم انهم بويزنس. وكان في زيرو كانوا بويزنس وما تعرفش، يعني ما تعرف عليهم انهم بويزنس. وبعدين كان في 3916 ادبل، يعني يؤكلوا، وتعرف عليهم انهم ادبل. الغريب في الموضوع انه اذا بدك تغير عدد النيبرز ممكن انه يعطيك ايرور في الكونفيوجن ماتريكس، يعني ممكن انه يعطيك شويه فلكتويشن ما بين انه والله في بويزنس ولا ادبل. مش راح نفوت فيها لانه ما في شويه بصراحه. بس الاس في ام، احكوا عن الاس في ام اخر شيء، ضل شيء غير الاس في ام؟ هي غير الاس في ام السمبل ميثود التري باك. طيب خلينا بس نحكي عن الاس في ام. على مشكله الاس في ام انه شوي بيطول، لانه هو يعني فيه كثير كالكوليشن و heavily numeric، بس كمان كله يعني طلع لنا زيرو ايرور، لانه هاي الداتا سيت بالذات كثير سهله لشو اسمه للالجوريثم تعرف عليه. يعني صحيح انه البارامترز كثير كبيره، بس هذا شيء يعني لصالحي مش ضدي، وما في redundancy في الداتا. طيب هلا لما اجينا خلصنا البرزنتيشن وما في شيء ثاني بصراحه انه الواحد يعني يحكي فيه، بلشنا نشوف انه مثلا والله ايش التطبيقات العمليه للارتفيشال انتليجنس، ليش ما بطلنا نستخدم الكلاسيكال ميثودز على الروبوتكس على سبيل المثال. فاللي تبين انه في شغلات كثير رهيبه ممكن تنعمل، زي مثلا انك تدرب روبوتك ار.